إذن السؤال الذي يجب أن تفكر فيه وتجلس وتهدأ، ما هي الحكمة من هذا المرض؟ لماذا أصابني الله بهذا المرض على الرغم من أنني أطبق كل تعاليم الله؟ طيب، حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تصبه أمراض وأصابه السحر وأوذي في نسبه وفي عرضه وفي نفسه وكل أنواع الأذى تعرض إليها؟ طيب، هل كان مقصرا في حق الله؟ لا والله. هل كان هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لا يؤدي الصلاة أو الزكاة على أصولها؟ طبعا لا. لذلك أيها الأحبة، هذا ليس مبرر. لا تقل أنا أؤدي الصلاة إذن الله سيعطيني الدنيا، لا، لأن الدنيا قد يعطيها الله للملحد ويعطيه الصحة والقوة والمال. إذن الدنيا ليست مقياسا لصلاح الإنسان ولقربه من الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه الله القصور، أعطاها لفرعون. لم يعطي لسيدنا موسى قصورا وكنوزا، أعطاها لقارون ثم خسف به الأرض، أعطاها لفرعون ثم أغرقه. إذن دليل القرب من الله أو مؤشر قربك من الله ليس هو الدنيا أو تهافت الدنيا عليك. القرب من الله أيها الأحبة، يجب أن تعلم أن له صفات أخرى. قد يكون المرض هو إشارة القرب من الله. ربما تعجب، ولكن هذا هو الواقع. سيدنا أيوب عليه السلام، لا شك أنه كان أقرب من الله مني ومنك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، كان كثير الرجوع، أواب يعني من العودة، يؤوب أن يرجع إلى الله، أواب يؤوب ويرجع ويعود ويتوب، كثير التوبة. كان سيدنا أيوب كثير التوبة لربه عز وجل، وكان لا يغفل عن ربه ولا لحظة. طب لماذا أصابه المرض؟ إذن المرض وسيلة لمنحه درجة عالية، إنا وجدناه صابرا. إذن منزلة الصبر أيها الأحبة منزلة لا تنال إلا بالبلاء، وإلا على ماذا تصبر؟ يعني أنت اليوم تركب في سيارة فارهة، وطبعا هذه وسائل سخرها الله لنا، تستطيع أن تستخدمها في الخير أو في الشر. لديك منزل جميل، لديك عمل محترم، لديك ميزانية، لديك رصيد في البنك، لديك زوجة، لديك أولاد، لديك. طيب هل هذا دليل قرب من الله؟ طبعا لا. هذه كلها فتن وبلاء. هذه السيارة التي أركبها، هل أستخدمها في طاعة الله أم في معصية الله؟ هذا هو السؤال. إنما يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالزوجة والولد ليس بالضرورة أن يكون شيء جيد هذا الأمر دائما، قد يكونوا أعداء لك وأنت لا تدري إلا ما رحم ربي. فإذن أيها الأحبة، يعني نحن نريد أن نصل إلى نتيجة معكم أحبتي في الله. الحكمة من هذا المرض هي القرب من الله، هذا رقم واحد. مثال على ذلك سيدنا أيوب، حتى ينال مرتبة الصابر إن وجدناه صابرا، نعم العبد، يصل إلى مرحلة أو مرتبة نعم العبد ومرتبة أواب، يجب أن يمر بهذا البلاء. لا يوجد حل آخر. أن تعطيه المال
هذا موضوع آخر. أن يصبر على المال موضوع آخر هذا. أن يصبر على الغنى، على الشهوات، هذا موضوع آخر. ولكن في حالة المرض الله يريد أن يعطيك مرتبة عنده فيبتليك بهذا المرض. وهناك حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن حبان، أنا لا أذكر الحديث بالضبط، ولكن أنا أحب معنى هذا الحديث، أن الله إذا كتب منزلة عنده لعبد لا يبلغها بعمل ولا يبلغها بقيام ولا بصيام ولا يبلغها بأي عمل، كيف يبلغه إياها؟ يبتليه بما يكره، يبتليه بما يكره. وهذا حديث صحيح أحبتي في الله، حتى يبلغه هذه المنزلة العالية عنده. إذن تحول هذا المرض من كآبة وخوف وألم ومشاكل ونقص إلى فرح برحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. نظرت أخي الحبيب ميكانيزم العملية كيف يتم؟ يعني أنت مريض تعاني، تأخذ علاج، أمامك سنة حتى تشفى مثلا، يعني أنت تعاني سواء مهما فعلت أمامك سنة. هذه السنة فترة العلاج إما أن تكون سعيدا متفائلا فيها، وإما أن تكون كئيبا حزينا تدمر نظامك المناعي. هنا سأخذكم إلى لقطة أخرى أيها الأحبة. المرض هنا له جانب علمي، ليس جانب أخروي فقط، لا، هناك جانب دنيوي. إذن يجب أن تضع برأسك أولا أن هذا المرض هو وسيلة للقرب من الله، أراد الله أن يقربك منه. طيب كيف أعلم أن هذا المرض ليس فتنة، ليس انتقاما من الله؟ لأن الكافر يمرض، يعذبه الله بالمرض. طيب كيف أعلم ذلك؟ بكل بساطة، ما دمت تقول الحمد لله فأنت إذن في ابتلاء القرب وليس ابتلاء الفتنة. ما دمت تقول رضيت بالله ربا، انظر إلى هذا الدعاء أخي الحبيب لا تنساه، وأنت في هذا الألم والمرض والمعاناة وحاجتك للأطباء كثيرة، والإنسان عندما يصبح محتاجا للآخرين يحس بشيء من الذل. الحقيقة إحساس نفسي صعب، ليس جسديا فقط بل نفسيا. وأنت في هذا الجو ترى بأن هذا المرض هو ومضة للقرب من الله، فتجد نفسك تقول رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، بالله ربا، لأنه هو من سيشفيني، ورضيت بالإسلام دينا لأن تطبيقي لتعاليم الإسلام هي سبب في الشفاء، ورضيت بالقرآن إماما لأن القرآن أيضا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لأنه إمام الصابرين وإمام الراضين بقضاء الله. من قال هذه الكلمات الأربعة، رضيت بالله ربا، بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 10 مرات حين يمسي وحين يصبح، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. طيب شيء جميل جدا أيها الأحبة، يوم القيامة لا يوجد مرض على فكرة. المعاناة الوحيدة التي يعاني منها الإنسان يوم القيامة هي الذنوب. أما المرض في الدنيا يمكن أن يتحول إلى رضا وسرور. يوم القيامة لا يوجد مرض، إما جنة أو نار. فبقدر ما تتحمل هذا المرض في الدنيا
مع العلم أننا نقول يجب أن نلتزم بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأخذ بالأسباب والبحث عن العلاج. يعني لا نستسلم للمرض، لأن الأخذ بالأسباب جزء من التوكل على الله. أخي الحبيب، لأننا ضعفاء، الإنسان ضعيف، فإذا لم يأخذ بالأسباب سيلوم نفسه، وسيأتيه الشيطان يقول لو فعلت كذا لشفيت، لو أخذت هذا الدواء. لا، خذ بالأسباب كاملة بقدر ما سخر الله لك من أسباب، ولكن مع هذه الأسباب يجب أن تعلم أن الشفاء بيد الله، وأن هذا البلاء هدفه أن يرفعك الله عنده منزلة عالية جدا، وأن هذه المنزلة لا يمكن أن تبلغها بأي عمل إلا بهذا المرض. إذن أنا أتحمل، يعني اليوم المدير العام عندما يريد أن يستلم منصب مدير عام لشركة كبرى يخضع لتجارب، يخضع لدراسات، يفني سنوات من عمره وهو يعمل ويجتهد ويخطط ويسهر ويتعب ويمرض ليصل إلى هذا المنصب. الآخرة، الجنة تستحق أن نتعب من أجلها. الجنة أيها الأحبة تستحق أن نتألم قليلا من أجلها. جنات تجري من تحتها الأنهار. الآن هناك أيضا، الله تعالى لا يتركك هكذا أيها الإنسان، هناك جانب علمي عاجل دنيوي. عندما درس العلماء ميكانيك المرض، لو صح أن نسميه، يعني آلية حدوث المرض وآلية الشفاء، وجدوا أن النظام المناعي في الجسم له دور كبير في الشفاء. الخلايا المناعية في الجسم أيها الأحبة هي التي تتعرف على الفيروسات، هي التي تمنح الجسم مقاومة كبيرة ضد السرطان، ضد الخلايا الشاذة، ضد خلايا الالتهاب، ضد هذه الأمراض. فالنظام المناعي مهم جدا. طيب، ما هي أقوى طريقة لتنشيط النظام المناعي لتسريع العلاج؟ يعني أنا الآن أعاني من مرض معين، أنا أحتاج بالإضافة للدواء وغير ذلك، وقد يكون الدواء غير فعالا في كثير من الحالات. هناك أمراض مزمنة، لماذا سميت مزمنة؟ إنه ليس لها علاج، فكلها علاجات مؤقتة. طيب، أنا بالإضافة لهذا العلاج، بالإضافة للصبر، أنا أريد أن أنشط وأقوي نظامي المناعي ليتغلب على هذا المرض. طيب، كيف أقوي النظام المناعي؟ جامعة هارفارد وجامعات أخرى قامت بدراسات مطولة لعشرات السنين، تبين أن الإنسان المتفائل الذي ينظر للأمور نظرة إيجابية متفائلة يتمتع بنظام مناعي أقوى بكثير من اليائس المكتئب الحزين. وهذه نتيجة علمية، لن أضع لكم مراجع، أدخل إلى الإنترنت وابحث عن الدراسات وتأثير التفاؤل على النظام المناعي فقط، أدخل وابحث بنفسك وستجد دراسات عجيبة جدا أيها الأحبة. نحن طبعا نشرناها كلها، موجودة على الموقع الإلكتروني قبل سنوات. طيب، إذن أنا الآن مريض، أنا بحاجة لأن أبتسم، بحاجة لأن أفرح، بحاجة لأن أتفائل بالشفاء مهما يأسني الناس، بحاجة لأن أعتقد أن هناك قرارا إلهيا قريبا بالشفاء وأتفائل به. قل بفضل الله وبرحمته. ما معنى بفضل الله؟ أي أنني أنتظر فضل الله ورحمته ليشفيني سبحانه وتعالى. فهذا التفاؤل وهذه النظرة الإيجابية تجعل النظام المناعي للجسم يعمل بكفاءة عالية جدا. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ سأقول لكم أيها الأحبة. مريض سرطان، وهذا مثال شائع جدا كلنا نعرفه. لماذا غالبا ما يخفون عنه مرضه، وبخاصة إذا كان
المرض مدمر وقاتل وأيامه أصبحت معدودة. لماذا يخفي الأطباء مرض هذا الإنسان عنه؟ لكي لا ينهار النظام المناعي، لأنه بمجرد أن عرف أنه سيموت بعد أيام أو بعد أشهر أو أن مرضه ليس له علاج ويجب أن يتأقلم معه مدى العمر إلى آخره، سيبدأ النظام المناعي بالانهيار تدريجيا، لأن هذا النظام يعمل مع مجموعة كبيرة في الجسم من الهرمونات والعمليات الحيوية والفيزيولوجية. هذه العمليات تضطرب فتعيق عمل النظام المناعي. النظام المناعي في ظل الإجهاد وهرمون الكورتيزول والإجهاد، يعني هذا الذي يؤدي لإفراز هرمونات معينة ومشاكل كثيرة جدا، يعني أيها الأحبة، النظام المناعي يرتبك تماما، مثل إنسان وضعته داخل حجرة ضيقة مليئة بالكراكيب بالأشياء القديمة جدا والصدئة، وتقول له اعمل، لا يستطيع. تضعه في غرفة كبيرة يستطيع أن يعمل وينجز. فالنظام المناعي عندما تحيطه بالهموم أنت تقيد عمله. عندما تتفائل وتظن أن الشفاء قريب سوف يقوم هذا النظام بعمله ويؤدي عمله بطريقة رائعة جدا وطريقة أعلى بكثير من مما لو كان حزينا هذا الإنسان أو مكتئبا أو يائسا. طب إذن التفاؤل أعطاني نتيجة مادية أجدها في جسدي، إذن أنا أساعد نفسي على الشفاء. إذن نظرتي للمرض على أنه شيء، على أنه بلاء من الله، أن الله قادر أن يشفيني، أنه سيقربني من الله، وهذا كلام النبي ليس كلامي أيها الأحبة. حتى الشوكة يشاكها المؤمن، شوكة صغيرة تدخل في أصبعه يؤجر عليها، يأخذ عليها ثوابا. طيب كيف بمرض كبير يضرب جسده؟ سيأخذ عليه حسنات. كل لحظة تتألم وتقول الحمد لله لك أضعاف مضاعفة ممن لا يتألم ويقول الحمد لله من الأجر. يعني الذي يقول الحمد لله وهو في صحته يأخذ أجرا، الذي يتألم ورضي بقضاء الله ومتفائل وفرح برحمة الله ويقول الحمد لله هذا له أجر أضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأنك نجحت في الاختبار. هو اختبار لك. ما دمت رضيت بقضاء الله، ما دمت تقول الحمد لله، ما دمت تنتظر لقاء الله، إذن أنت بخير وأنت في حالة تفاؤل، وسوف تجد أن نسبة الألم أصبحت قليلة. لذلك في نحن نشرنا دراسة ذات مرة قلت إن الذين يعانون من العلاجات الكيميائية للسرطان، العلاج الكيميائي مؤلم جدا جدا أيها الأحبة، نسأل الله لنا ولكم العافية. لاحظوا في بعض المشافي في الغرب وفي تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإنسان المؤمن يستطيع أن يتحمل، يستطيع أيها الأحبة أن يتحمل، يستطيع أن يتحمل آلام العمليات الجراحية وآلام العلاج الكيميائي وآلام الأمراض أكثر بكثير من الملحد، لدرجة أنهم خصصوا موظفين فقط لرفع مستوى الإيمان عند المرضى. يقول له يجب أن تؤمن بوجود الله، الله سيشفيك. انظروا، يعني هذا يحدث في الغرب ونحن هنا نحارب الإسلام. نقول نريد العلمانية ونريد كذا. فالغرب أيها الأحبة عرف قيمة الإيمان بالله، عرف قيمة أن تتفاءل برحمة الله، ولكن نحن للأسف يعني بعيدون عن هذا الجانب. لذلك أخي الحبيب،
يجب أن تعتقد أن الله على كل شيء قدير. أنا سألخص هذه هذا اللقاء بكلمات قليلة جدا لكي تحس برحمة الله، وأن الله يرحمك، وأن الله سيشفيك، لكي تعالج ألمك، لكي تخفف من هذه الآلام. يجب أن تعتقد أولا أن المرض هو خير من الله، أصابك ليرفعك به درجات عنده سبحانه وتعالى. ثاني شيء، يجب أن تعتقد أن هذا المرض مبرمج، وهو بأمر الله، ليس بأمر فلان، وليس بأمر المصادفة، وليس عشوائيا. أصابك الله به ليرفعك درجات كثيرة عنده. ثالثا، يجب أن تتفاءل، لأن التفاؤل صفة النبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تفاؤلا، وكان يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه الفأل الحسن. يجب أن تعتقد أيضا النقطة الرابعة، أن يجب أن تعتقد أن التفاؤل شيء جيد لنظامك المناعي. فإذا يعني كان إيمانك ضعيف، أو كنت ملحدا، حتى هناك ملحدون يسمعوننا، إذا قويت إيمانك بالله ستعالج مرضك بطريقة أفضل، لأنك سترفع النظام المناعي. يعني التفاؤل أيها الأحبة ينشط هذا النظام المناعي ويساعد على علاج المرض بطريقة أسرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم، وأن يهيئ لنا أسباب الشفاء، وأن يهيئ لنا أسباب القرب من الله عز وجل. وأذكركم بهذه الآيات أيها الأحبة، أختم بها، احفظوها رجاء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأذكرك بهذا الدعاء 10 مرات صباحا ومساء: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأذكرك أيضا بآية الشفاء، رددها دائما: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آية ثانية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تكررها 7 مرات: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.